صيام وهم شغل، إن شاء الله هذا الأجر مضاعف. احنا اليوم حبينا ندعوكم للإفطار ونشوفكم. أولا اعتزازا بعامل الخدمة اللي يقدم خدمة البلدين مدينة بغداد اللي تستحق من عندنا، وهذا العمل هو شرف. وبنفس الوقت أيضا أنه احنا طرحنا شعار الحكومة حكومة خدمات، فيهمنا هذا العنوان من المشروع وانتهاء بالعاملين، لأنه ما تصير خدمات إذا ما أكو عاملين وأكو أجواء وأكو ظروف مناسبة للعمل. فلهذا السبب حبينا اليوم نتقيكم هذه الأيام المباركة أيام رمضان، نسأل الله أنه تقبل فيها كل الأعمال والطاعات. ونعرف هم ظروف عملكم صحيح بها صعوبات بها متاعب، ونحاول إن شاء الله من خلال وجود الأمين أمين بغداد نذلل هذه المشاكل المعوقات. نريد نعرف ظروفكم المعيشية، الوضع الاقتصادي، أجوركم شقد بالشهر، تستلموها بشكل منتظم لو تتأخر. أيضا نسمع الناس شلون هم جابوا وياكم الشغل، المسؤولين في دوائر البلدية، حبينا نسولف نعرف هذه التفاصيل.